محسن فيدنا خمسة دقائق. الله يبارك. تحكينا على العام الجديد. تخطب فيهم يا تشوف البلا احنا العام الجديد. به حكاية الكورونا هذيا كيفاش بتوفى وقتاش بتوفى؟ كورونا هي توا حد الآن الحمد لله نجزناه. بشر كل التوانسة اللي هو مطر صبت هذيا وصلت. وصل كورونا من 2020 ما ثمناش. خلينا نجزناها. نجزناها. لا لا اسمع لا اسمع التحليل. خاطر نقول لك علاش. حتى معروفة ديما حتى حكينا مع قبيلة مع خونا جعفر شكون. هذا المطر احكي. قلنا راهي في السيف كي تكثر النمل. النمل كي يكثر النمل الناس قبل يعرفوها. النمل تجيب البركة والرزق وتخرج كل وباء. كثرت النمل برشا في السيف وتجيب مطر بعد مطر هذيك تغسل الأشجار والوباء والدنيا. هو شكون اللي كثر الوباء؟ هو البرودوية البرد. برودوية تهز بحث رجعنا كالعادة في بالي انا البرودة وعرفك بحثك 6000 عندهم كورونا بقلت ربي فما كان يا ولدي والله ما انتصر عليها الحمد لله والله ما انتصر عليها خير بابا حاجة برك يا زلمة لحموا نفسنا لحموا نفسنا الحمد لله انا حتى ليه حامي نفسي ربي كلها اقتصاديا الامور باش تنفنف ولا من اللي بقى في العام شو خرجنا نعمل الفرزين ومرة بلازم خليني ساعة احسن نعرفك عرفك بحثك اسكت اي خشفك البلا عندنا برشا ما شفناهاش برك الله عام 2021 تدخل كعبه حريقه طبعا والله فيها حريقه عام 2021 من هنا 2021 ايش قلنا؟ قلنا حرف الميم كذا تذكرش مش جي رئيس حكومه قلت لي مخمخي قلت لك هاو جاي مشمش فخفاخ مش مخمخ الحكومه اسمه المشمشي لا لا اسمع بربي المشاهدين خاطر لي برشا ما تكلمش لازم يديماري فهمتني سيف بالحق خاطر قلت المخميخ ابي اسكتوا تو لا مازال يديماري راهو ساي سعد شو اسمه رئيس الحكومه جديد شو اسمه شو اسمه مش ماشي شو اسمه رئيس الحكومه هذا سي المشيشي سي المشيشي هو انسان في برج نتاعو خرجنا في حرف الميم كان ذكرتها الميم هذا والميم هذا مع قيس سعيد وهي مش انا مش الحكومه هذه مع الدوله نتاعنا مش تجيها صعوبات صغيره مش انتصر على برشا حوايج ومش جيب لنا فيها برشا رزق وفيها خدمه خدمه جباره 2021 نبشرك بالخير خير من 2019 و2020 2021 مش جينا فيها برشا سنه سعيده سنه سعيده سنة ربي لحظة أمين بربي كانت تفكر فما واحدة قالت تونس مش تولي كي دبي هذيك على دخلنا فيها سنة ليه لحظة بركة يظهر لي بدات تصدق القولة خاطر وراو في الفيضانات كرهب في الوسط وما منا وما منا قال واحد قربنا لدبي أنا في البحرين أختنا اسمعني انت يظل سخنتي برشا لازمك نقول لها ورد نشوفها بالبيت مش كيف كيف هذيك عرفها خي بالك شي بالك سيد خليني ساعه اختي محسن خمس دقائق قريب وفيها ما عادش برشا خلوني باش نحكي انا اي انا نحكي مع بعضنا مسج حكينا على المشيشي قلنا عام معناتها باش تحسن الامور حكينا على العام الجديد حكينا اي حكينا على كورونا 21 علاش باهي فيه الزواج باش تكثر فيه برشا فيه الرزق فيه المال فيه كسب برشا حوايج باش يمسح اكل القلوب الكحله اكل الدموع الكحله كل باش تنحى بلاش يا معلم نحكيو شويه على تلاتة كل شيء برنامج جعفر الجديد اللي يبدا قريبا باش ينجح فيه لكن لازم يكون وسع البال خاصة كي بعد اللي زياد ينجح بيا شوف انا بيا اول مره معانا بيا خلوني مش ركز مع بيا اي ركز ركز معانا يا بيا شنو يخسر بروحك بيا بيا خاطرش ما يحبش شكون يناقشها وما يحبش شكون العنصره تدوي على الناس الكل مش عنصره العنصره جربت في حياتها جربت في حياتها بحرف الساء والساء هذا تعبها برشا شنو جربت الساء؟ ساء سامحني لا مش عليك يطلع سمير دمك زعما مش هكا هذاك هذا هو الساء الساعة هو تحب تقربي لها شوي قربي لها انا قدامك عاد تعرفها من حوالي الساعة هذا فيه شخص راجل كان حياتها او كان فيها حرف الساء وصارت برشا مشاكل وتحاول باش تنجح ما صارتش مشاكل والله نسيت عليا والله لست اي خليك مش هدري حكيت مره على الخيانه ولا شنو لا لا خليه ما نش نحكي اي كمل بعدين بعدين نحكي لا كمل بعدين لا ما صارتش مشاكل لا صارت لك عندها زواج والزواج هذا كل عام نقولوها سايبوها الطفل الزواج هذا مليان بالفلوس هذا معبي يا بابا والله مش اللي قالوا تشيش والله والله عرفتوا شكون والله مش تعرف على الدنيا تعرف شكون يا جماعه قول كدارين يفضل مازال لا لا يا جماعة ما تخرجوش حكاية في التفاصيل بالرسمي شنو لا لا فما خاطر فما فما ايميلات وانستغرام ثم منه ثم منه مش مغرش البولارة ما تكذبش راهي مش تعبى برشا فلوس هي البلاره ما تكذبش اما غني زياد مش هو اللي يخدم عندك زياد شو اللي يخدم عندك يا عمي
26 باش تقبلوا بالفرحة. ربي يخليك يا برج. شوالي دورنا تيراني والله. خونا امين ثم برشا ناس كذا قرايه الحظ دقام عندهم حوايجهم صحاح. لا والله خاطيني والله ثم نحكي لهم وقتاش باش تعرس بيا يا معلم؟ العرس نتاعها في 2020 عندها زواج في سبتمبر اكتوبر هذا لا نوفمبر عندها خبر به. بودنار هذاك غادي ياكل هذاك مش بودنار هذاك اقوم بودنار هذاك زين القسريني باش تجي باش تبدا اسمه باش تبدا اسمه. سي بون سي بون سي بون سي بون. عندي سؤال لمحسن. الساحر خرج من عنده لكن عندك فيه حرف الميم. تمنوا بالسحر يا جماعه ولا على كثره السحورات وكل كيفاش ما نمنوش بحذانا الكبد؟ هاي خاطيني انا سن استرولوجيه راهو. لا لا كلكم نفس الشكل. انا عارف لك دقيت سحار شنو هي؟ كلكم نفس الاشكال. لا ما ننساش كلكم نفس الاشكال والله موضوع مهم. بالسحر ولا لا يا جماعه؟ محسن تمن بالسحر انت؟ تمن بلا شيء. خيي باش تكملوا تشوفوه تو نحط تصفيق على محسن عيد. يعطيك الصحه محسن بارك الله.